وأظن أن اليوم يعني ممكن يكون لهم مرشحين. أتوقع في كلمة أنت حاب تبي تقولها أو ما سألناك السؤال هذا؟ لا والله ما يعني. قضيتك الأساسية اللي راح تتبناها وتوعد فيها ناخبي الدائرة الخامسة؟ قضيتي الأساسية الله يسلمك، قضيتي الأساسية واللي أوعد يعني بحالة فوزك، في حالة فوزي أن إن شاء الله تكون قضيتي الأساسية أن نرى هذا البلد، البلد الجميل الكويت، من غير مشاكل، في ازدهار، في تنمية، بدون يعني بدون 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 حكومة محاصات، بدون يعني بدون ترضيات، وأن يعني يكون الكويت نصب عيوننا، وإن شاء الله الكويت كانت ولا تزال درة الخليج. اضطرت أخوي خالد إلى الفساد، نبي نعرف نوع الفساد اللي موجود، شنو نوع الفساد؟ يوم نشوف الفساد يعني في جميع الوزارات، الفساد في جميع الوزارات. مثال في فساد إداري اليوم في البلدية، أنا لما أجي والله خلنا أقول في البلدية ما يرخص لي هذا المكان. طيب يعني في طرق موجودة في البلدية. رحت للبلدية شخصيا وصار لك موقف شخصي؟ لا 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 لا, لا ما أنا ما رحت ما شفت لا لا, لا ما أنا ما رحت البلدية ولا صار الموقف، ولكن أنا يعني على سبيل المثال. نعم. طيب في البلدية أو في غيرها من الوزارات مقابل تدفع مبالغ تدخل والله مناقصات، تدخل في ترخيص بعض الأراضي الغير مسموحة، هذا 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 موجود يعني في فساد إداري في أغلب وزارات الدولة. يعني خنشوف المال صار بالمجلس وخارج المناقصات. على سبيل المثال أستاذ جابر، أستاذ جابر كم دفع له صح ولا لا؟ اليوم أرضية أستاذ جابر بس ما تفضل الخبراء أن أرضية غير صالحة. هذا أساسا أنشئ أستاذ جابر لعمله. نعم. متحف لدولة الكويت لا أقل، أو معنى أصح أنك وانت بالجو بالطيارة تشوف المنظر الحضاري اللي تحت وليس ملعب حاطينه. هذا اللي صار الله يسلمك. زين رأيك بالخطوة اللي قاموا فيها الحكومة الآن بتدخل في عملية مراقبة الانتخابات من جمعية الشفافية، جمعية المحامين، جمعية الصحفيين؟ والله أنا أشوف أنا خطوة إن شاء الله جادة نحو الإصلاح. طيب وإن شاء الله الحكومة إن شاء الله صادقة يعني في تطبيق هذه الخطوة، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل ستكون انتخابات نزيهة بإذن الله عز وجل. بس خير مع العلم أن أعضاء مجلس المسابقين يحذرون أن الانتخابات القادمة راح يكون فيها تزوير، راح يكون فيها. والله شوف أستاذ العزيز اليوم حتى الفرز اللي عرفناه أن الفرز راح يكون الفرز يدوي. وليس إلكتروني. الإلكتروني السنة الماضية إلكتروني، أنا حصلت في الإلكتروني على 2033 بعد ما عادوا الفرز اليدوي حصلت على 2800 صوت، يعني شوف الفرق، فرق 750 صوت. هذا طبعا مو تزوير، هذا خطأ من السيستم نفسه. قد يكون تتفضل أنت أنا ما اتمحت، قد يكون تزوير. نعم شو تفضل أنت؟ صقر بوحنية حصل على 3400 صوت، بالفرز الثاني حصل على 3800 صوت، فرق 400 صوت. بادي الدوسري وخالد العدوى يعني كان في يعني هذا بس فقط على مستوى الدائرة الخامسة، ما أدري عاد على مستوى الدوائر الثانية. مو منظمة الانتخابات أو عملية الفرز في الانتخابات الماضية، في الانتخابات اللي قبل 2009 يعني كانت يقال أن هناك والله تدخل صناديق وتجي صناديق والدعم للمرشح الفلاني ويطلع، هذا 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 كان موجود. بس حاليا هذا مو موجود تشوفه يعني. والله نتمنى أنه ما يكون موجود. أي نتمنى يعني اختفت الصناديق في 2009، طلع لنا الفرز الإلكتروني في 2009. شنو الأيادي اللي تتدخل بهالموضوع إذا تتوقع أن في تزوير من وجهة نظرك؟ يعني شخصيات متنفذة، قد يكون يعني بعض أبناء الأسرة يتدخل يعني في الأمور هذه، ولكن اليوم إن شاء الله في 2012 احنا نستبشر خير إن شاء الله، وعسى الله يكتب اللي فيه الخير والصالح إن شاء الله. أخوي خالد حيدر الحزاء مرشح الدائرة الخامسة، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق إن شاء الله. مشكور أستاذ داح، مشكور أستاذ ناصر، وأنا شاكر لكم على الاستضافة هذه. الله يسلمك وطول عمرك. مشاهدينا الكرام، ما زلنا إحنا وياكم مستمرين مع راح إن شاء الله راح يكون ضيفنا الثاني عضو مجلس الأمة السابق الدكتور علي العمير مرشح الدائرة الثالثة. راح نطلع وياكم فاصل مع زميلنا محمد العرادة السلة الانتخابية، فاصل ورد لكم.
أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، معكم فقرة السلة الانتخابية من برنامج أمة 2012. موضوعنا اليوم عن الدائرة الرابعة، ولكن قبل الانتقال إلى الدائرة الرابعة معنا أبرز العناوين والمواضيع عن الانتخابات البرلمانية، حيث أقرت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات مجلس أمة 2012 فرز الأصوات يدويا بدلا من الفرز الإلكتروني الذي تم العمل به في الانتخابات الماضية، وأرجعت اللجنة قرارها استجابة لتقييم سابق فضل الفرز اليدوي باعتباره المفضل لدى غالبية المرشحين، وتجنبا لأخطاء شهدتها الانتخابات السابقة أدت إلى تقديم الطعون ضد النتائج وأسفرت عن تغيير نتائج وإبطال عضوية. كما قدم النائب السابق سعدون حماد العتيبي صباح اليوم صحيفة دعوة طالبا فيها بوقف الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في 2 فبراير المقبل باعتبار حل المجلس الأمة لم يكن دستوريا على حد ادعائه في صحيفة الدعوة. وقام محامي النائب السابق ناصر الدويلة بتقديم الصحيفة لدى المحكمة الإدارية لإقامة الشق المستعجل من الدعوة باعتبار عدم صدور مرسوم حل مجلس الأمة من حكومة غير دستورية يرأسها رئيس جديد وهو الشيخ جابر المبارك، وحددت المحكمة جلسة 29 ديسمبر المقبل موعدا للنظر في الدعوة. كما قال مساعد مدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات في بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي إن البلدية ممثلة بإدارة نظم المعلومات أنجزت نظاما آليا خاصا لإصدار تراخيص المقرات الانتخابية المؤقتة لمرشحي مجلس الأمة. وفي اليوم الأول لفترة تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة سجل 109 مرشحين بينهم 6 نساء، وقال مدير الإدارة علي مراد إن التسجيل بدأ منذ 7:30 صباحا وخلال 1:30 سجل 60 مرشحا، لافتا إلى أن هناك لجنة عليا من كبار القادة في وزارة الداخلية تفحص الصحف الجنائية ومستندات المرشحين وسجلات الدائرة الأولى، أعلى معدل في التسجيل ب 31 مرشح، بينما كانت الدائرة الخامسة أقل الدوائر تسجيلا ب 16 مرشح. الدائرة الأولى كان بها 29 مرشح من الذكور واثنان من الإناث، أما الدائرة الثانية 23 من الذكور واثنان من الإناث، الدائرة الثالثة 18 من الذكور واثنان من الإناث، أما الدائرة الرابعة 17 من الذكور، الدائرة الخامسة 16 مرشح وكلهم من الذكور. ننتقل الآن إلى أهم مواضيعنا وموضوعنا اليوم الخاص وهو عن الدائرة الرابعة، فعدد ناخبيها يتجاوز 103,000 ناخب، أمطيت تشكل 19,375 ناخب، أما الرشايدة 15,100 ناخب، الحضر 13,000 ناخب، عنزة 10,800 ناخب، أظفير 7,370 ناخب، شمر 7,220 ناخب، الشيعة 4,700 ناخب، العجمان 4,425 ناخب، العوازم 2,650 ناخب، عتيبة 2,210 ناخب، حرب 2,190 ناخب، لصلبة 1,745 ناخب، بني خالد 1,535 ناخب، العداوين 1,495 ناخب، البضول 835 ناخب، الهرشان 700 ناخب، الدواسر 505 ناخب، بني هاجر 375 ناخب، سبيع 330 ناخب، قحطان 300 ناخب، المرة 195 ناخب. ننتقل الآن إلى أبرز المناطق التي تشملها الدائرة الرابعة وهي من أكبر الدوائر في الكويت، حيث تمتد شمالاً إلى الحدود الكويتية مع العراق وغرباً إلى الحدود الكويتية مع المملكة العربية السعودية. من أهم مناطق هذه الدائرة وهي الفروانية، الفردوس، العمرية، الرابية، الرقي، الأندلس، جليب الشيوخ، ضاحية صباح الناصر، الجدادية، صيهد العوازم، الرحاب، العضيلية، العرضية، أشبيلية، ضاحية عبد الله المبارك، الجهراء الجديدة، الصليبية والمساكن الحكومية، مدينة سعد العبد الله الجهراء. مناطق البر الممتدة من حدود دولة الكويت مع العراق شمالا وغربا وحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز المتياهة جنوب الدائرة.
أبرز الأسماء والمرشحين في هذه الدائرة هم عسكر العنزي نائب سابق، علي الدقباسي نائب سابق، شعيب المويزي نائب سابق، أسامة المناور مرشح سابق، محمد الخليفة نائب سابق، فهيد الهيلم مرشح جديد، حسين جليعب مرشح سابق، خالد الشليمي مرشح سابق، فرز الديحاني مرشح جديد، نواف العبيسان مرشح جديد، حسين القويعان مرشح سابق، عبد الله فهد مرشح جديد، ماجد موسى مرشح سابق، مشعل العيار مرشح جديد، مبارك الحجرف مرشح جديد، رشيد الفعم مرشح جديد، مسلم البراك مرشح سابق، ضيف الله برمية مرشح سابق، حمد الهطلاني مرشح سابق، بدر سيس مرشح جديد، فيصل الرشيدي مرشح سابق، جمال النصافي مرشح سابق، محمد طنا مرشح جديد، طلال النيزل مرشح سابق، علي الواوان مرشح جديد، ذكر الرشيدي مرشح سابقة، عمش الطوالة مرشح جديد، عبد الرحمن البصمام مرشح جديد، فهيد العارضي مرشح جديد، منصور العليان مرشح جديد، مبارك وسمي الظفيري مرشح جديد، فواز الدواي مرشح جديد، نواف ساري مرشح سابق، عيد شمان مرشح سابق، عبد الله الصالح مرشح جديد، علي دخيل العنزي مرشح سابق، خبير العنزي نائب سابق، خالد الكفيفه مرشح جديد، مبارك الخرينج نائب سابق، محمد الحسيني مرشح جديد، سالم الجباري مرشح جديد، عبد الله الفجي مرشح جديد، مشعل المعلث مرشح جديد، جمال السويفان مرشح جديد، ثقل العجمي مرشح جديد. أعزائي المشاهدين، نعود الآن لاستكمال بقية البرنامج مع أخوي داح نسهلي وناصر العطي. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. حياكم الله مشاهدينا الكرام، معنا من جديد. شفنا احنا وياكم السلة الانتخابية مع زميلنا محمد العرادة، الله يعطيه العافية. بداية مشاهدينا الكرام، باسمي وباسمكم نرحب في ضيفنا الثاني الدكتور علي العميري، عضو مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثالثة. حياك الله دكتور. جزاك الله خير. حياك الله وسهلا. حياك الله أبو عاصم. حياكم الله أبو عاصم. لحد الآن التجمع السلفي ما أعلن مرشحينه، شنو أسبابه؟ أول أسباب سلمك الله، لأن احنا كالحقيقة تيار يعني أو كتلة سياسية دائما ننظر إلى جميع الدوائر وليس فقط دائرة أو دائرتين، ولذلك تم استقراء جميع الدوائر وتم فحصها وما هي فرص النجاح وأيضا فرص أن ينزل أحد باسم التجمع في هذه الدوائر الخمس أنا أقصد. نعم. ولذلك اليوم طال عمرك والقضية قضية تقييم هذه الدوائر بشكل جدي ومعرفة من له الحظ في ممكن الخوض الانتخابات أو المنافسة، وهذا عادة يتأخر، مو رأي شخص إن الواحد يروح. بس دكتور يقول الدائرة الأولى والثالثة والرابعة والخامسة حددتهم، باقي الثانية فيها شوي إشكالية، هل هذا صحيح؟ الحقيقة ما عندي بصراحة معلومات نهائية حول هذا الموضوع، إنما الموضوع تدرسه لجنة مختصة برئاسة الأخ أحمد باقر، وإن شاء الله تعالى على وشك إن شاء الله أنهم ينتهون هاليومين هذيل إن شاء الله تعالى. دكتور في السابق كان الحركة السلفية وحدة، الآن التجمع السلفي، الحركة السلفية العلمية، حزب الأمة، ثوابت الأمة، يعني تعددت، شو الأسباب؟ لا هي سلمك الله مو من اليوم، يعني من بعد التحرير بدت هالأشياء هذه، لكن على كل حال يمكن الوضع السياسي على فرض على الحقيقة هالكتل هذه بأن تبرز نفسها أكثر، وما في بأس، يعني اليوم احنا نختلف يمكن في بعض الجوانب السياسية، لكن الحمد لله لعل المنهج يكون ما واحد. ما فرقتهم المصلحة؟ أنا ما أنظر لها كذي، لأن ما اختلفنا عشان مصلحة، البعض اختلف عشان يرى تعاطي سياسي معين نحن مخطئين فيه وإذا تميز نفسه، البعض يرى مثلا أنه والله احنا خطنا اللي ماشيين فيه في أدائنا السياسي غير مقنع بالنسبة له فغير، وهذا الحقيقة ما أعتقد يعني أنه قضية المصالح اليوم. الآن أنت والأستاذ فهد الخنة في تراشق إعلامي بينك وبينه مبطن في تويتر. أي نعم. أنا عموما لا أبدا ما في الحقيقة تراشق إعلامي، ولم يسميني الأخ فهد الخنة بأي من التويترات اللي ذكرها، ما جاب الحقيقة أي اسم لي. غمز ولمز ماشي، غمز وغمز يظل الأمر طال عمرك مفتوح، ولا نستطيع أن نقول يعني أنا المقصود في هذا الأمر، له الحق أن يعبر عن وجهة نظر الأخ فهد الخنة وله طارئ على الحياة السياسية، إنما أنا بالنسبة لي لم أرد الحقيقة عليه لأنه لم يذكر اسمي ولا لي علاقة فيما كتب. سمعنا أن في تصريحات من قبل عبد الرزاق الشايجي. عبد الرزاق نعم، عبد الرزاق ذكرنا حقيقة بالاسم وردينا عليه. شنو أسباب الذكر؟ أنا ما أعتقد أنه يمكن الأخ عبد الرزاق يعني لما ذكر بعض المواقف كان عنده وضوح فيها. أي مواقف؟ شنو المواقف هذه؟ يعني مثل تصويتنا مثلا على